إذا كان النص قد جاء ببيان الواقع فلا مفهوم له، فقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يفهم من ذلك أنه يجوز أن تكره الأمة على الزنا إذا لم ترد تحصنا، فيؤخذ بهذا المفهوم ما يؤخذ به. لما؟ لأن الآية جاءت في بيان حالة واقعة، وهو أن عبد الله بن أبي كان يكره أمتين له على الزنا.